وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله. من الان الى قيام يوم الدين. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته. من جوار ضريح الامام الرضا، الامام الرؤوف، علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه من مشهد المقدسه من هذا البلد الطيب هكذا شاءت التقادير ان اكلمكم هذا العام من مشهد المقدسه ولا أستطيع الحضور إلى الكويت، والحضور في تلك الديوانية العامرة، التي بدأت قبل أكثر من ثلاثين سنة تقريبًا، مجالس التفسير، هكذا شاءت التقادير هذا العام. ان اكون بعيدا عنكم وعن الحضور في ذلك المجلس العامر نعم هكذا فعل هذا الفيروس المنحوس الصغير الحقير حيث صنع الحواجز بيننا جميعا ليس فقط بين الدول والاقاليم، بل صنع هذا الفيروز الحواجز بين الاحبه والارحام، بين الاولاد وابائهم وامهاتهم، اغلق الديوانيات، المساجد، التجمعات، العتبات المقدسه بعضها هكذا شاءت التقادير في هذا العام ان هذا الوباء البلاء يعم العالم مع الاسف، ولا ادري هل هذا البلاء هو بلاء سماوي؟ لا ادري بالنتيجه بلاء عم العالم جميعا هل هو نوع عقاب الهي؟ بصنع ذنوبنا وان كان من صنع البشر او هو نوع انحراف لدى المسؤولين عن التقنيات المعاصره او هو حرب بين العظماء لا ندري المهم في كل ذلك ان جرما صغيرا حقيرا لا يرى بالعين المجرده استطاع ان يقلب جميع موازين العالم. اما نحن الناس البسطاء البريئون نحن لا حول لنا ولا قوه الا التضرع الى الله سبحانه وتعالى بالتوبه والانابه والاستغفار خاصة في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك. طبعا مع رعاية وملاحظة الاحتياطات الصحية التي نادى بها الاديان سابقا، وليس جديد. النظافة، الرعاية الصحية، قد نادى بها كل الاديان وخاصة ديننا الحنيف الاسلام. أكرر السلام عليكم ايها المشاهدون والمتابعون لي عبر الاثير. واليوم صباحا ذهبت الى قريب ضريح الامام الرضا صلوات الله عليه. اتوسل بشفاعته عند الله ان يوفقني الله لتسجيل هذه المحاضرات وارسالها اليكم وقد ابلغت سلامكم بهذه النيه ذهبت ابلغت سلام كل المشاهدين والمتابعين لي وكل المؤمنين والمؤمنات ابلغت سلامكم الى مولاي الرضا صلوات الله وسلامه عليه. اذا تذكرون انتم الذين كنتم تتابعونني في الكويت وعبر الأثير إذا تذكرون أنهينا سورة إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا وآله السلام حيث كنا من أكثر من ثلاثين سنة قد بدأنا من آخر القرآن من سورة الناس ووصلنا العام الماضي إلى سورة إبراهيم وهذا العام هذه السنة سنبدأ من هذه الليلة في رحاب سورة الرعد، هذه السورة التي تقريبا في أواسط الجزء الثالث عشر من القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، أعطوني قرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم راء. هذه الحروف المقطعة. ألف لام ميم راء. تلك آيات الكتاب "والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون" الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. هذه السوره سوره مكيه على اصح الاقوال. وعندما تابعت هذه السوره وقراتها من اولها الى اخرها وهي 43 ايه تقريبا سياقها سياق السور المكيه، السور المكيه اخوتي عاده تعالج القضايا العقائديه التوحيد، النبوه، الوحي الامامه، المعاد هذه الأمور التي ترتبط بالعقائد الإسلامية تعالجها السور المكية عادة فعندما تطالع هذه السورة سورة الرعد ترى أنها سياقها مضامينها مواضيعها ترتبط بالعقيدة بدءا من الوحي والقرآن والنبوة والتوحيد والمعاد وما أشبه بداية هذه السورة بعد البسملة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را هذه الحروف المقطعة التي تأتي في بداية بعض السور مو كل السور تقريبا تسعة وعشرين سورة فيها حروف مقطعة سورة البقرة ألف لام ميم و 28 سورة أخرى منها سورة الرعد في 29 سورة تأتي هذه الحروف المقطعة والعجيب أن الحروف الهجائية العربية 28 حرف اختار الله سبحانه وتعالى لحكمة لا نعرفها أربعة عشر حرفا فقط يعني نصف الحروف الهجائية ذكرت في القرآن وبعضها مكررة طبعا كتبتها هكذا ألف لام ميم صاد راء كاف ها يا عين طاء سين حاء قاف نون اللي واحد مشكلهم مع بعض وصاير صراط علي حق نمسكه لطيف هذه الحروف الهجائيه تاتي في 29 سوره فقط مو كل السور، السور القرانيه 114 سوره في 29 سوره تاتي هذه الحروف اللي نسميها الحروف المقطعة أو الحروف الهجائية طيب ما معنى هذه الحروف ألف لام أو كاف ها يا عين صاد حام ميم شنو معناها قد ذكرنا بعض الأمور في السنوات السابقة إذا تذكرون أقوال كثيرة أكو بعض هذه الأقوال أو أحد هذه الأقوال أن هذه حروف للتنبيه مثل واحد يجي أول شيء يريد يخاطب المجتمع يقول آه مثلا يقول أليف يعني استمعوا هذا قول ولا أتصور أن هذا صحيح القول الثاني أنه هذا القران العظيم الذي عجز الجميع عن الاتيان بايه مثله مو سوره ايه واحده ما يقدرون يجيبون مثله هذه من هاي الحروف الهجائيه هذا مقول القول الاخر انه رموز للاسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى مثلا ألف لام ميم راء بداية سورة الرعد ألف بمعنى الله إشارة إلى الله اللام إشارة إلى اللطيف من أسماء الله الميم إشارة إلى الحميد الراء إشارة إلى الرحمن مثلا إشارات لأسماء الله الحسنى هذا مقول القول الآخر أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومون سلام الله عليهم بأمر من الله وبإذن من الله يستطيعون أن يستفيدوا من هذه الحروف لقضايا جدا مهمة لاكتشاف قضايا وحقائق في العالم فكانما هذه رموز بين الله سبحانه وتعالى وبين حبيبه المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم. فالعظماء المصطفون عند الله هم الذين يستطيعون ان يستفيدوا من رموز هذه الحروف المقطعه. هذه اقوال بعد هذه الحروف المقطعه الاربعه الف لام ميم راء تبدا السوره في بعض السور هذه الحروف المقطعه تصبح آيه اما هنا لم تعتبر آيه كأنها ضمن الايه الاولى للسوره سوره الرعد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون قلنا أن هذه السورة سورة الرعد سورة مكية سياقها مضامينها حول أحقية القرآن وعظمته حول آيات التوحيد وأسرار الكون الشمس القمر الأنهار الجبال الاشجار، الثمار هذه كلها ايات الله سبحانه وتعالى في هذا الكون التي لم تكتشف كل اسرارها. الله يشير في هذه الايات في هذه السوره للوصول الى الخالق سبحانه وتعالى، الى المدبر. بحوث اخرى حول المعاد والبعث والمحكمة الإلهية في يوم القيامة. تدعو هذه السورة في بعض مضامينها، في بعض آياتها إلى التفكر، إلى اليقظة، يقظة القلوب، حتى تنتبه القلوب إلى الله. تدعو الناس إلى الوفاء بالعهد، قضايا أخلاقية فيها مهمة. من ركائز المجتمع السليم حول الإنفاق في السر والعالي المهم هذه السورة مضامينها مضامين عقائدية وأخلاقية واجتماعية لبناء مجتمع سليم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن أبدأ بشرح الغاية الأولى أود أن أقول أن هناك في علم العقائد في بحث التوحيد موضوعان مهمان جدا إخوتي توحيد الخالقية إذا صح التعبير وتوحيد الربوبية ما الفرق بين ال اصطلاحين توحيد الخالقيه وتوحيد الربوبيه. توحيد الخالقيه يعني ان يصل الانسان المتفكر ذو اللب الصحيح الذي يفعل عقله كما ان القرآن يدعو الى تفعيل العقل افلا تتفكرون الا افلا تتذكرون تدعو يدعو القران الى التفكر والتدبر يصل الى ان هذا العالم العجيب من المنظومات الشمسيه من الكرات من الاجرام السماويه مليارات المليارات من النجوم من الافلاك عظمه هذا الكون نفسه اللي نعيش فيه الكره الارضيه من انهارها الى جبالها الى وديانها الى اشجارها الى بحارها الانسان نفسه كم عظيم هذا الانسان عندما كان نطفه ثم علقه ثم مضغه ثم خرج من رحم امه ثم تربى وتدرج والان الذي نعيش كل هذه العظمه تدعو الإنسان وتوصله إلى توحيد الخالقية أولا. يعني أن لهذا الكون العظيم لهذا الإنسان الذي يدعي العظمة وهو ليس عظيم بالنسبة إلى الكون له خالق. أخرجه من العدم، لم نكن فكنا، لم نكن فصرنا. من خلقنا؟ من خلق هذا العالم؟ هذا يسموه توحيد الخالقيه. لا شك ان اكثر الناس حتى الوثنيين حتى ايام النبي في الجاهليه صلى الله على رسول الله وعلى اله الجاهليون ايضا كانوا يعتقدون بتوحيد الخالقيه. يعني عندما كنت او كان احدهم يساله من خلق هذا الكون؟ يقول الله. مشكلتهم كانت في توحيد الربوبيه يعني شنو؟ كانوا يقولون ان هذا الكون خلق من قبل قدره عظيمه هو الله سبحانه وتعالى، هو الخالق ولكن بعد ان خلق ترك الخلق واستراح ذهب الى جلسه استراحه. استغفر الله كما كانوا يقولون من يدبر هذا الكون؟ من يدبر امور هذا الكون؟ كانوا يقولون ان الاصنام هي التي تدبر مشكلتهم هذه كانت الوثنيون نحن المسلمون وكل الاديان من اول ادم الى خاتم الاديان وخاتم وخاتم الانبياء محمد صلى الله عليه واله وسلم وهذه الكتب السماويه اللي اخرها القران تدعو الى شيئين توحيد الخالقيه وتوحيد الربوبيه الله خالق ورب. فرق؟ نعم خالق يعني خلقنا خلق الكون كله. خلق كل هذه الاجرام السماويه ويخلق دائما كل يوم هو في شان وبعد خلقنا وخلق الكره الارضيه والسماوات والارض والنجوم والكرات هو ربنا من كلمه الربوبيه يعني هو الذي يدير هذا الكون ولولا لطفه وهيمنته لانهار كل شيء في هذا العالم بمثال بسيط: أنا الآن أتكلم، أعوذ بالله من كلمة أنا، أتكلم، أنظر، أستمع، أحرك يدي، أحرك أصابعي، أشم، ألمس، كل هذه القوى التي أستفيد منها لولا ربوبية الله سبحانه وتعالى لا أستطيع أن أعملها. هذا معنى الربوبية. الله يعطيني القدرة أن أرفع يدي فأرفع يدي. أنا أرفع ولكن بحول الله وقوته. أتى شخص إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسأله عن الجبر والاختيار، هذا الموضوع العظيم في الفلسفة وفي العقائد. اجابه امير المؤمنين بكلمه واحده قال الجبر والاختيار اعرفها من لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، انا اقوى ولكن حولي وقوتي بالله بواسطه الله هذه معنى الربوبيه هذه السوره سوره الرعد تتطرق أول ما تتطرق إلى ربوبية الله سبحانه وتعالى، إلى إمداد الله لكل الكون، طبعاً هذا مو معناته أنه ننكر العلة والمعلول، هذا الماء يطفئ الحريق، النار تحرق غيره صحيح ولكن من جعل هذه الطاقه اي الارواء في هذا الماء ومن يمده في تلك اللحظه النار تحرق من جعل خاصيه الحرق في النار هو الله وهل يستطيع الله سبحانه وتعالى ان يسلب هذه الطاقه اي الاحراق نعم، كما سلب الإحراق في قضية إبراهيم عليه السلام. تلونا قصته في العام الماضي في سورة إبراهيم. عندما ألقوه في النار في تلك القصة العجيبة مع نمرود سلب الله سبحانه وتعالى بقدرته المطلقة خاصية الإحراق للنار فكان بردا وسلاما لإبراهيم. حاول الجميع احراقه بعد لحظه عندما انطفأت النيران في تلك الحفره العظيمه الذي القوه بالمنجنيق ليش ما كانوا يقدرون يتقربون الى النار من شدتها وعظمتها عندما اتوا الى الحفره راوا ابراهيم عليه السلام جالس يسبح الله سبحان الله الحمد لله كانه جالس في جنه فالنار عله للاحراق نحن لا ننكر قانون العليه او قانون العله والمعلول ولكن نقول ان هذا القانون خلق هذا القانون من الله سبحانه وتعالى الماء يروي ويذهب بالعطش من اعطى هذه الخاصيه للماء الله سبحانه وتعالى. ليس فقط في الخلق بل في الربوبيه ايضا. يعني في استمرار هذه الطاقه وهذه الخاصيه للماء او للنار، هذا معنى الربوبيه. طبعا الموضوع جدا مفصل، انا فقط ابسط للاخوه والاخوات الذين يستمعون ويتابعون. نرجع إلى السورة مرة أخرى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم اللام والميم فيها مد من الناحية التجويدية أما الألف والراء ما فيها مد ألف لام ميم فيها مد ألف لام ميم راء تكلمنا حول هذه الحروف المقطعة بعض الكلام تلك آيات الكتاب "والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون" تلك إشارة للبعيد قبل أن أبدأ في قضية هذه الآية في شرح هذه الآية عادة تقريبا أغلب السور التي تبدأ بالحروف المقطعة بعدها بلا فاصلة الكلام حول القرآن حول الوحي اغلبه وهنا ايضا تلك آيات الكتاب هناك قولان قول انه تلك للتعظيم للتفخيم اشارة للبعيد ولكن هذا ليس بمعنى الاشارة البعيدة يعني تلك ال... التي أنزلناها في الكتب السماوية آيات الكتاب، هذا قول يعني إشارة إلى الكتب التي أتت قبل القرآن. تلك آيات الكتاب، وبعض المفسرين قالوا لا إشارة إلى الكتاب نفسه إلى القرآن. تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق، فوالذي يصير شرح إلى الكتاب. الكتاب يصير قرآن تلك آيات الكتاب يعني تلك آيات القرآن والذي أنزل يعني نفس القرآن الذي أنزل إليك يا رسول الله من ربك الحق يعني كل ما في هذه الصفحات من القرآن في هذه السور في هذه الآيات في هذه الأجزاء القرآن كلها حق ليش؟ الحق شنو يعني أصلا؟ الحق يعني أن تتكلم بشيء واقع وحقيقة لا فيها بطلان ولا فيها جدل ولا فيها لغو هذا يصير حق الصدق حق الحقائق الكونية حق آيات الله في الكون حق التاريخ الصحيح قصص الانبياء اذا تذكرها بصوره حقيقيه تصبح حق. البثل الاخلاق الاحكام الشرعيه اذا كانت طبق الواقع يصير حق. وفي المقابل باطل كمثال انا اذا رايت حادثه قبل ان اصل الى هنا استطيع ان انقل اليكم بصوره تطابق الحق او بصوره تطابق الباطل رايت شخصا يمشي وتشاجر مع شخص اخر وكنت الاحظ هذه الحادثه من اولها الى اخرها وثم اتي اليكم أستطيع أن أصور تلك الحادثة بطريقة حقة أي صحيحة وأستطيع أن أصور لكم لكم بطريقة غير صحيحة زيد ضرب عامر أنا أقول عامر ضرب زيد هذا يصير باطل كذب بعد كل شيء لا يطابق الواقع يصبح باطلا وكل شيء يطابق الواقع يكون حقا هذه خلاصه كلمه الحق الكون هذا من سمائه وارضه وانهاره وجباله ووديانه واشجاره الانسان الذي يعيش إذا شرح الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب أي القرآن حول هذا الكون كله حق. يعني مثلا الآن نقرأ أن هذه السماوات المرفوعة التي نراها هذه فيها عمد أو ما فيها عمد. عمد جمع العمود. كل بناء لا يستقيم الا بالعمد العمد جمع العمود والعمد ايضا هذه هذا المكان الذي نجلس فيه هذا الاستوديو هل يستقيم هذا السقف اللي في اللغه تسمى يسمى العرش ايضا هل يستقيم هذا السقف بدون عماد بدون عمود لا يمكن هكذا تحتم القضايا الفيزيائيه في هذا الكون طيب هذه السماوات هل قامت فوقنا وهي قائمه فوقنا بعمود وبعمد او لا؟ اذا قلنا انه لا عمود هناك او قلنا ان هناك عمود يجب ان نثبت ذلك. علميا يجب ان نثبت. فاذا راينا ان القران ذكر هذا الموضوع ولم يثبت علميا سابقا نعرف ان يوما ياتي وهذا يكون ثابتا. الان نشرح هذا في الايات التي نقراها. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك يا رسول الله هذا الذي أنزل إليك يعني القرآن من ربك أول كلمة ما يقول من خالقك حول توحيد الربوبية قلنا هذه السورة تشرح توحيد الربوبية من ربك الحق كله حق ما فيها باطل كلمة باطلة في هذا القرآن ما موجود سواء كانت ترتبط بالعقيده، ترتبط بالاخلاق، ترتبط بالاحكام، التكاليف، القوانين كلها حق، يعني اذا الله ذكر في هذا القران او في الانجيل او في التوراه ان العلاقات الزوجيه يجب ان تكون هكذا هذه حق. ليش؟ لانه هو الخالق هو الذي يعرف كيف ينظم العلاقات الزوجيه مثلا القرآن يدعو الى العداله يدعو الى القسط العداله حق وفي مقابله الظلم باطل فكل ما يدعو به اليه الاديان وخاصه القرآن هو حق القصص قصص الانبياء كثيرا ما نقرا في القران قصه نوح وقصه ادريس وقصه ادم اول البشر ابونا ادم حواء قصه موسى عليه السلام قصه المسيح سلام الله عليه هذه كلها حق لان التاريخ خلط بين الحق والباطل س انا ما عندي وقت حتى في هذه الليله اتكلم حول التاريخ ولكن اغلب التواريخ اللي نقراها كتبت وحررت بفلوس حرر التاريخ بعطاء الملوك فكثير منها من صفحاتها باطله اما التاريخ الذي سطره القرآن سبحانه وتعالى حول عيسى حول موسى حول الأنبياء حول الأمم السالفة حول عاد حول ثمود كلها حق يطابق الواقع هذا معنى الحق بسم الله الرحمن الرحيم الم ر تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق طيب إذا هو حق ليش الناس ما يتبعون ولكن أكثر الناس لا يؤمنون شوفوا إخواني أولا قانون الأكثرية والأقلية هل هو مدار الحق والباطل؟ هذا السؤال هل اذا راينا ان قانونا تبع ان شيئا كل الناس ركضوا وراءه تهافتوا عليه انضموا حول شخص هذا هل هو دليل على الاحقيه كلا الأهواء الشخصية هوى النفس غير الشيطان وإبليس ووساوسه الإنسان هل له هوى هوى النفس نعم هل الإنسان عنده مصالح ذاتية مصالح مادية مصالح عائلية مصالح قومية عشائرية طبقية نعم عنده هل هذه تؤثر عندما يريد ان يختار شيئا؟ يختار شخصا، يختار قائدا، يختار فكرا. هل هذه الامور تؤثر؟ نعم تؤثر. لا شك في ذلك. قليل من الناس يستطيع ان يضغط على هوى نفسه. قليل من الناس يستطيع أن لا يتبع قومه وعشيرته وآباءه وقوميته وعنصريته وانتماءاته قليل فإخواني الأكثرية والأقلية ليس ملاك ليس ملاك لأن هذا الشيء حق أو باطل هذا مهم الأديان من أول آدم عليه السلام إلى نبينا أتوا بالكتب السماوية من قبل الله سبحانه وتعالى بدءا من صحف آدم ونوح وإبراهيم وموسى التوراة وإنجيل عيسى والقرآن والكتب التي أتت إلى الأنبياء الأنبياء أرادوا أن يأخذوا بيد البشر بيد الإنسان حتى يصنعوا له حياة سعيدة في الدنيا ويوصلوا الإنسان إلى الجنة هذا هدف الأنبياء كانت طيب هل اتبعهم الأكثرية؟ كلا أفضل مثال قضية نبينا نوح صلوات الله عليه حسب القرآن تسعمية وخمسين سنة جاهد وكافح وناضل وبلغ ودعا قومه تسعمية وخمسين سنة يدعو ولم يتبعه إلا القليل نبينا صلى الله عليه وآله مع أنه كانوا يأتون بالمعاجز معاجز عجيبة موسى عليه السلام أتى بمعجزة خارقة تلك العصا العجيبة التي كانت تحول كل شيء مرة قرأت في بعض الكتب التاريخية والروائية أن هذه العصا مو فقط فلقت البحر مو أنه كانت تصبح ثعبانا كل معاجز موسى اللي هي كثيرة كانت بواسطة هذه العصا. يعني عندما اصبح ماء النيل، نهر النيل في مصر اصبح الماء وانقلب الى الدم، كيف اصبح؟ بالعصا هذه. أتى موسى عليه السلام إلى نهر النيل وضرب بعصاه البحر النهر فانقلب الماء دما. القبطي كان يشربه دما. والاسرائيلي كان يشربه ماء وكان القبطي يتوسل بالاسرائيلي ان اسقني ماء فكان يعطيه ماء عندما يعطيه ويصل قدح الماء الى يد القبطي ينقلب دما طيب لماذا ما امن قوم فرعون؟ طيب ما امنوا هل هم كانوا على الحق؟ لا. القلة القليلة، الفئة القليلة التي اتبعت موسى هم كانوا اتباع الحق. فقضية الاكثرية، طيب ممكن تسأل انه فكيف احنا نعمل الاكثرية في حكوماتنا، في نظمنا؟ هذا لتمشية الامور. ما عندنا حل اخر، مثلا نريد نختار رئيس بلدية، رئيس جمعية. في الكويت حتى الجمعيات فيها انتخابات نجتمع نواب المجلس مثلا الاكثريه تختار فلانا ليكون نائبا عن هذه المنطقه هذه طريقه للعيش ليس معنى ذلك انه اذا الاكثريه اختارت فلانا هو حق لا مو دليل ولذلك في كثير من الايات القرانيه تشوف انه تفنيد لموضوع ان الاكثريه هي الحق منها هذه الايه الذي انزل اليك يا رسول الله من ربك هو حق يعني القران طيب فلماذا قوم رسول الله في مكه لم يتبعوا رسول الله اقرباؤه قريش تركوه مو بس تركوه عزلوه حاصروه عذبوا اساره واصحابه لم يتبعوه حتى اجبر الى الهجره الى المدينه الى يثرب في هذه القصص التي قراناها في التاريخ واشعلوا حروب حرب بدر وحنين والاحزاب يعني الخندق هذه كلها شنو كانت؟ لم يقبلوا الحق لماذا لم يقبلوا تاثير هوى النفس الشيطان ابليس ووساوسه تصوروا ان هذه القدره والعظمه التي كانت بيد صناديد قريش تصوروا اولئك ان هذه القدره تؤخذ منهم بفعل رسول الله فالمصالح الماديه المصالح الزعام الزعامه العشائر القبائل عظمتها كل هذه الامور اجتمعت ولم يقبلوا احقية القران ولذلك يقول سبحانه وتعالى والذي انزل اليك من ربك الحق يعني هو الحق وغيره باطل طيب فلماذا لا يتبعون ولكن اكثر الناس لا يؤمنون هذا قانون من ادم عليه السلام حتى ابنه قابيل لم يقبل الحق فقتل هابيل اخاه من ذلك اليوم والى نوح والى موسى والى عيسى والى الجاهليه وعهد الجاهليه والى اليوم الى اليوم ولكن اكثر الناس لا يؤمنون طيب قررنا هكذا أنه لا نطول عليكم عندما كنا نراكم في الكويت كنا نتفاعل أكثر اليوم أنا قاعد في غرفة مغلقة اللي يسموه استوديو وعندي مستمعان فقط ابني ونسيبي قاعدين يطالعوني وابن أخوي يصور وأيضا يستمع إلي وينظر إلي فلا اتفاعل كثيرا. ان شاء الله في السنوات القادمه نكون بخدمتكم ان بقينا احياء ونتفاعل وتتفاعلون اكثر. بهذا المقدار ننهي الجلسه الاولى او الحلقه الاولى من رحاب تفسير القران سميناه في رحاب التفسير كما كنا نطلق على مجالسنا لان احنا مو مفسرين احنا نتوسل بالمفسرين وبالايات القرانيه وبالروايات والاحاديث حتى نستطيع ان نستلهم بعض المعاني العظيمه التي في القران اللهم كل وليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا، وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين، وصلى الله على محمد وال محمد. الله عم الله. الله, عم لله. الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله